اليوم عم نتحدث عن استخدام البيئة كخسائر غير معلنة في الحروب وفي النزاعات العسكرية. بحب أسمع تعليقك فيما يتعلق بالفعل تأثر البيئة في هذه الحروب. نعم، أنا أتفق تماما مع التقرير الذي يعني ذكر بشكل واضح وجلي بأن البيئة هي الضحية غير المعلنة للحروب، سواء في أثناء تحضير الحروب، أثناء ما هذه الحروب وهي يعني قائمة، وما بعد أيضا الحروب. هناك يعني كثير من يعني الخسائر البيئية التي تجنيها أو يجنيها الرأس المال الطبيعي نتيجة استخدام أسلحة، وخاصة الأسلحة المحرمة مثل يعني الأسلحة البيولوجية والنووية وأيضا الذرية. كل هذه الأسلحة يعني تشكل تهديد طويل الأمد على المكونات البيئية الثلاث، سواء كانت على التربة أو على الهواء وأيضا على المياه. فلذلك إذا أخذنا على سبيل المثال الحرب العالمية الثانية، كان في هناك نعم حالة من الانقراض للأنواع البرية وأيضا الأنواع يعني النباتية نتيجة استخدام يعني أسلحة أضرت بشكل كبير ولسنوات طويلة، لم تتوقف فقط على فترة الحرب. فلذلك المسألة نعم مسألة غاية بالخطورة، ولذلك دعت الأمم المتحدة أن يكون هذا اليوم هو يوم منع استخدام البيئة في الصراعات والحروب. وما زلنا لهذه اللحظة للأسف يعني خاصة يعني الحرب الدائرة في روسيا وأوكرانيا، بكل تأكيد بأن الأنظمة البيئية تدفع الثمن بجانب إلى الكلف البشرية والاقتصادية. طيب خلينا نيجي للأردن أستاذ عمر، يعني الأردن كمان بحدودها أو الدول المجاورة هناك العديد من الحروب اللي كانت ومنها ما زال مستمرا بشكل أو بآخر، كيف عم بيأثر على بيئة الأردن؟ ممكن يكون في تأثير على بيئة الأردن وعلى مناخ الأردن؟ بكل تأكيد بأن الأردن يعتبر مثال حي بأن يعني دفع أو تآكل الرأس المال الطبيعي الأردني دون أن يخوض الأردن أي من الحروب، ولكن نتيجة وجوده على أطراف مناطق الصراع دفع فاتورة ثقيلة حقيقة، في خاصة في الموارد المائية، ونتحدث حتى عن الموارد الطبيعية. أنا على سبيل المثال يعني أسكن بجانب من واحة الأزرق. واحة الأزرق المائية اللي بنعرفها هي الواحة المائية الدائمة في شريط الصحراء العربية، تم استنزافها بشكل كامل. نعم. نتيجة حاجة الأردن للمياه بسبب تدفقات اللاجئين منذ عام 48. فلذلك خاصة في فترة أزمة اللجوء الإنساني السوري كان هناك وضوح كبير في تدهور الأنظمة البيئية في الأردن في كافة مجالاتها. فلذلك هذا الضغط على الموارد الطبيعية سبب الرئيسي هو وجود بشكل كبير جدا وجود الأزمات على الحدود مع الأردن، أيضا الأزمة العراقية ويعني ما قبلها، كل الأزمات اللي في المنطقة. دائما الموارد الطبيعية والبيئية في الأردن للأسف تتضاءل وتتدهور. فلذلك هنا دعوة يعني للحكومة الأردنية أن يعني خاصة الآن في ظل انطلاق مؤتمر المناخ في شرم الشيخ اليوم، أن يكون هناك رسالة واضحة للمجتمع الدولي بإعادة كلفة أو إعادة احتساب كلفة التدهور البيئي. نعم. نتيجة الصراعات التي تأثرت بها الأردن. نعم، اليوم بما أنه عم نتحدث بالوطن العربي وبالعالم موضوع المناخ وموضوع البيئة، هل بالفعل نستطيع إقصاء تأثر البيئة عن الحروب أو المصطلح اللي عم نسمع عنه ائتلاف البيئة؟ بحب أسمع تعليقك. بكل تأكيد بأن يعني من يخطط عسكريا هو يعني يسقط في حساباته الحسابات البشريه، فما بالك تكون البيئيه. بكل تاكيد هو يبحث عن مكاسب عسكريه بحته. نعم. فلذلك الحروب تاتي على الاخضر واليابس، ولا يمكن يعني تحييد البيئه من 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 هذه المكاسب العسكريه. فلذلك يعني اجد بان بشكل او باخر بان الإنسان وما يحيطه من البيئة يدفع الثمن الأكبر في هذا الإطار.
طيب أستاذ عمر، لما حكيت عن تضرر الأردن ويعني وأنه تآدى مخزونها، مخزون المياه بالأردن، هل في أشياء بنقدر نعملها لحتى نعوض هاي الخسائر أو نرجع التوازن؟ طبعا بكل تأكيد، يعني في أشياء ممكنة، ولكن في أشياء يعني غير ممكنة حقيقة. يعني نتحدث مثلا عن استنزاف 13 حوض مائي في الأردن بشكل سريع جدا، وهذا جزء من منظومة الأمن المائي الأردني بشكل كبير. لكن ما يمكن فعله مثلا تحسين يعني وضع شبكات الصرف الصحي، ويعني إدارة النفايات الصلبة، خاصة في تطوير التعامل والتخلص من النفايات بشكل كبير، وهذا يحتاج للأمانة لأموال طائلة. دون دعم المجتمع الدولي بشكل مباشر لهذه القضايا، لن يتمكن الأردن وحده من تجاوز الآثار البيئية وتدهور الأنظمة البيئية في مختلف محافظات المملكة. أضف إلى ذلك وجود يعني التغيرات المناخية وأيضا التحديات المناخية. يعني الأردن للأمانة يعني يدفع الضرر مرتين، مرة في بسبب الصراعات والحروب، ومرة بسبب التغير المناخي. وأعتقد على دولة محدودة الموارد والإمكانيات، نعم، هذا شيء صعب جدا. نعم. في الختام، بما أنك ذكرت موضوع قمة المناخ في شرم الشيخ، برأيك ما هي أهم التوصيات التي يجب الخروج بها والعمل أيضا عليها لنتجنب هذه الأزمة فيما يتعلق في البيئة وتضررها نتيجة الصراعات؟ إذا لم يلتزم الدول الصناعية الكبرى في تخفيض نسب الانبعاثات الكربونية، وأنا أعتبرها هذه حرب على العالم بشكل غير معلن، بمعنى أن الآثار المدمرة التي تأتي من التغير المناخي وكأنها حرب شاملة، فلذلك مفروض أن يكون هناك التزام أسرع في خفض الانبعاثات، خاصة غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يأتي من وقود الإحفوري، وأيضا في قضية التمويل المناخي، نعم، في رفض صندوق المناخ الأخضر بما هو ملتزم به من اتفاق باريس بمئة مليار سنويا، وأيضا أن يكون هناك يعني تعاون أكبر ما بين الدول المتقدمة والنامية لتجاوز هذا التحدي الذي أسماه الأمين العام للأمم المتحدة بتحدي العصر. نعم، بدنا نشكرك أستاذ عمر شوشان، رئيس اتحاد الجمعيات البيئية، كنت معنا عبر زوم. نهارك سعيد.